المفروض كده كل حاجة شغالة. مش عارف والله الدنيا مش عارف في ايه بجد. بس كده المفروض يشتغل رسميا. صورة الاستريم مالها؟ صورة الاستريم مالها؟ طيب، سيبنا من الكلام ده كله، افتح لي اللعبة. كده استنى بس، انتوا هتشوفوا اللعبة دلوقتي حالا. ايوه اوبا، صوت اللعبة عالي اصلا. شكل اللعبة جامدة جدا. طبعا انا ما عايزك تشرح لك صح ايه اللي هيحصل النهاردة، بس انا حاسس صوت اللعبة عالي. ف فيلد فيو عليه على الحاجة. انا عايز الساوند بس. اغنيه جامده بس وطيها دلوقتي عشان لا ناخد كوبي رايت ولا حاجه. بس مظنش في كوبي رايت على الاغنيه دي، ولا في كوبي رايت؟ لا تصدق ممكن يكون في كوبي رايت، فاقفلها هقفلها احسن احتياطا برضو. و طيب هو انا بس الشات مش باين عندي، ودي حاجه يعني انا ما احبهاش. ف ليه الشات مش باين قدامي؟ ايوه طيب هو ليه لا هو ليه كواليتي الاستريم اخرها 360؟ دي حاجه غريبه برضو، كواليتي الاستريم اخرها 360. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش ليه، مش لاقي لها حل ديت خالص. عايز ابقى اقلب اليوتيوب واشوف ليه يعني. انا بعمل ايه؟ اشيل على دوت. جدعان ايه ده؟ ثانية واحدة لغاية ما اشوف ليه. ايوه خد دي دوت. مشكلة غريبة أوي، مش باين عندي الاستريم، معرفش ليه. ايه ده؟ ايه الكفتة اللي بتحصل دي؟ طيب سيب الحاجات دي دلوقتي وتعال نركز دلوقتي هنا. السلام عليكم. ايوه بس كشات ظهر. بس يلا بينا نبدأ كده، كل حاجة اتظبطتها وما عادش في اي مشاكل. عايز بس اتأكد ان هو لغاية دلوقتي برضو في نفس المشكلة بتاعت ان الجودة 360 كانت كام؟ نسيت والله الجودة كانت كام، انها قليلة يعني. فدي مش لاقي لها حل بصراحة لغاية دلوقتي. هنسيبنا منها دلوقتي.
برضه في ايرور، استنى ده ايرور ايه؟ مشكلة غريبة. مش عارف ليه برضو في مشكلة تانية. الجودة 720، الجودة شغالة عادي. أصل باينة عندي 360، معرفش ليه، بس ده مش شغال عادي. خلاص بقى انت فاهم، يلا بينا. المهم ان انا ايه، يلا بينا نبدأ. تري دوت هنا، انا كده شايف الشارع. طيب انا طبعا قافل الصوت في اللعبة عشان ممكن الاغاني، قصدي عشان ممكن يكون فيها كوبي رايت، فانا مش متأكد من الحوار ده. بس قلت اللعبة ديت ديمو على ستيم فقلت اجربها. ف طيب انتو ستارت. هلا تصدق ده 720 ظهرت عندي في التليفون اهي. ايه ده؟ في وقت. اوبا، ايه الشغل ده بقى؟ ده احنا هنحارب ناس. اللعبة سريعة أوي كده، أنا بمشي أضرب. لا استنوا، تعالى نديها شوية أغاني، لأن بصراحة الأغاني بتفرق برضه. بس يا رب ما يكونش عليها كوبرايت. ايه ده؟ ما لازم ما يضربونيش. طيب انا فهمت، فهمت دلوقتي. يلا كده المفروض يهربنا. لا لا انا مش سريمر عادي، انا علي. تعالوا كونتينيو بقى، خش على اللي بعده. ده هنا في ليفلات كتير تقدر تشوفها. طب تعالوا يلا بينا نبدأ. اوبا معايا بيستول. العالي ده راح خلص. لا موت، العب الشغل ده. العب، عملت لك ايه ده؟ شو؟ طب ايه، اعمل ريستارت. يلا ايوه، بس انا بس طب احنا لسه البند كلها ما وراش حاجه. فتعال ايوه ضربته وموت. لحد لا رب اعمل ريستارت. استنى ايه ده؟ عص 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 يحييك، عص عص يحييك يا شام. بس ايه رايك في اللعبة؟ لا ما بتهزرش، خش اضرب الجزمة على طول. لا شغل عالي. ايه ده، احنا كده خلصنا الليفل. لعبة سريعة أوي تصدق. طيب يلا تعال نبدأ. كنت بضرب عليه. ايه ده، بص بيرقص يضحك عليها ازاي؟
طب لا استنى بقى، انا فهمت الفكرة. قتل صاحبه. الف في الدوائر. لفينا في دوائر، لفينا في ضيعنا وقت كتير تصدق. ايه ده؟ اتخضيت. غير السلاح عشان يتطلق. انا خلاص بدأت افهم اللعبة. اللي هي مريستارت. ايوه بس انا فهمت الفكرة. لا بدي عايزة سرعة. هات السلاح ده. ايوه هات السلاح التاني. ايوه هعدي بقى. هتعرف ايه اللي موجود هنا؟ فلوس. بس احنا كده خلصنا الليفل، بس ما قتلناش كل الناس برضه. 18 من 30. يا نهار ابيض، كان في 30 واحد. لا لا تعالوا نكمل. ايه ده بقى؟ ايه يا جدعان، انا ما اعرفش حاجه في اللعبه. هو ليه رافع رجله في وشنا كده؟ ايوه يا لعبة دي هي غلاسه. لا انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل والله في اللعبه. لا 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 بص، سكيب الحته ديت. انا مش ضامن بصراحه اللي موجود فيها واحده على ستريم، فمش هينفع. يوتيوب يقعد يعمل لك حوارات وبتاع يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا رقص على مش هسيبه. لا بصوا خلاص بقى انا على رجلهم بقى. بس يلا. ايه ده؟ انت بتغفلني يعني ولا ايه؟ اروح فين؟ ده في له. بابا هو يا عم. ايه ده؟ ايه كل دول؟ استنى بقى يلا. انا فهمت ايه الفكرة. تعالوا بقى. لا مش من هنا. ايه ده؟ ده في قنبلة. لا استنى بقى. دلوقتي فهمنا الفكرة. تعالى بقى لبينا بسرعة. هات ده تجربة الجزمة. هات سلاح تاني. بموت بسرعة كده ليه؟ استنى استنى محتاجة تركيز. ايه ده هما ماتوا؟ طيب اجري. طيب انا عدي. في واحد. ايه ده؟ جبت من ورا. طب لا استنى بقى، احنا لازم نهدى شوية. طيب انا فهمت الفكرة. هات سلاح من دول. هات سلاح هات سلاح. ايوه كده. ايوه هات سلاح تاني.
تعالوا بقى ناس خنتلكوا بقى اجري. تعال نرجع تاني هنا بسرعة. ما لقتلهم اهو. تعال نعدي هنا رميته بالمسدس. لا تصدق اللعبة شغالة حلوة أوي. هات المسدس ده. خلاص احنا كده كده خلصنا. لا لا والله اللعبة حلوة. لا عجبتني بصراحة. اما اخد في اتشيفمنت. يلا تعال ندخل على طول. لا على فكرة كل ده ديمو. انا كل ده بلعب ديمو مش بلعب اللعبة الأصلية. اوف معانا الانجي. يا نهار ابيض. تعالى بقى انت متعب. هات سلاح تاني. ايوه لعبة بتحسها مهيبرة كده تفهمش منها حق. ايه ده؟ ده مات. فين الباب؟ ايوه اهو. لا عمر ريستارت. لا استنى استنى اللعبة من كتر ما هي ملخبطة. استنى واحد دور. ايوه هات. ايوه مسدس. جبته جبته. هات 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 سلاح تاني. ايوه فيها سلاح هنا كتير. ايوه يلا طلع خلص. بس لازم تخلص مهماتك على فكرة. في احذية ايه بتديك مهارات قبة. طب تعالى لسه المسدس. ايوه هات واحد تاني. هات دوت. ايوه في باب هنا. انا بيت السلاح. ايوه هاي بس احنا كده خلصنا. بس لازم تخلص المهمات. المفروض اقتلهم كلهم. ده اللي انا اظن يعني. لو هاخد حاجات لازم اقتلهم كلهم. بس انا ما بقتلهمش كلهم. بس تعالوا نكمل يعني. لعبة لطيفة بصراحة. ايه ده؟ انت بترمي قنابل؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ طب اروح منه فين؟ لا استنى. اجري. يخرب بيتك. تعالوا بقى كلكم بقى. ايه يا جدعان الكلام دي كلها؟ ايوه هات سلاح تاني. لا طب هات ده هات ده رجعهولي. ايوه اجري. ده حوار حوار القنابل ده. لا 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 تخيلوا يا جدعان كل ده واللعبة ديمو. انا مش متخيل. لا 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 عظيمة عظيمة فعلا. فكرتها صايعة. شوت جن اوف.
واخد سكرين شوت بس. لا الشوت جن يا عم مش قوي. صح بطيء شوية. يلا انا عدت انا عدت لا لا عيد 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 استنى. انا اللي بحبت بسرعة. ايه ده؟ ايه ده انا عملته ده؟ اجري اجري اجري. والله العظيم ضارب. لا استنى بقى استنى بقى. ايه ده جبتهم الاثنين بنفس الضربه؟ ماشي. ده الضربه بتاعتي بطيئه. استنى 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 هجيبها يعني. لا اضرب يا عم بقى. واحد تاني. ارمي ده هات هات سلاح. ايوه هات ده. هات الديستور احلى. شكلها مذبحة دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انا اتخضيت اصلا. يدينا عنصر مفاجأة. ماشي عيد تاني معلش. موت بقى. ايوه يلا بينا. خش اقتله على طول. هات 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 اي سلاح. ايوه اه يلا بينا. كله مات. لا لا هات هات اي سلاح هات اي سلاح. ايه عدوني. بوهو. ده انا في الاكس ده. ليفل كلير. انا قتلت كله وخلصت. دي كامله. دي دخلنا الليفل 8. احنا اخرنا لغايه ليفل كام؟ لغايه فوق. ماشي يلا. طب والله العظيم لو اللعبه عجبتكم ممكن نبقى نجيبها. في واحد هنا ولا ايه؟ يخرب بيتك. جدع موت. خضتني. هات سلاحك هات سلاحك. راح فين؟ ايوه خدت سلاح. اللوز ده عجبني قوي بصراحه. بيجيب في ثانيه.
كان هيموتني. حمام ايه يا جدعان الضحك ده؟ ده والله العظيم اللعبة اللعبة مش طبيعية. ايه ده؟ يا نهار ابيض. اجري 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 اجري. ايه ده بس كده؟ عايز اعرف انتوا بتكتبوا حاجة في الشات ولا لأ عشان اتأكد بس هو شغال ولا لأ. تعالى نعمل ريفرش كده سريع. خش شوف المهمات. استنى كده ما اشوف. ايه ده؟ ايه ده انا بعاكسها يعني؟ اوبا اخدنا جزمة. اخدنا كوتشي. ايوه اللي انت قلت لي عليه. ايوه طب تعالى نجربه بقى. استنى طب اضرب من ايه؟ ده عنده مدرع. اطلع طب انتوا ما بتخلصوا؟ بيقع يموت يا عم. صعب قوي ابو حديد اللي هناك ده. ده كنت هحاول اخش له على طول فاهمني؟ بس مش هينفع الكلام ده. ماشي ربنا معاكم. ده مش جامد قوي. طيب اوف ايه مات ايه مات. اثبت اثبت بقى. طيب هو تقريبا الرسوم مش من هنا. يكون في حل يكون في حل. اطلع من هنا يا عم. هات البستو. موت بقى يا جدع بعد ما قتلتني. لا 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 ايوه حلوه. لا يخرب بيتك انت طلب. لا يا جدع يا ايه يا جدعان. يلا موت بقى. لا انت وترتني. هو انت تاني؟ ابدا هنا. لا قاعد في الحمام. هات سلاحك. ايوه هذا مؤاخذة هذا مؤاخذة. ايه ده بس خلاص كده ماتوا. لا عيد كل ده فادي. يا نهار ابيض تصدق. لا عيد هنا مفيش. افتح بقى. لا
احمد ايه ما تجمع هيلث بس. يلا تصدق لا تصدق البس بتاعي مليان طلق. ربنا يرحمني الحاجات اللي بتطير دي. اوبا جبتهم بقوة. ارجع ثانية الهيل بس كده. ايوه كده خلصت لسه. اه حتى انا مش فيها. اه احنا مع انا مع كل روح. انا مع كل روح بقتلها بيرجع لي طاقه تاني. بيت كده انتوا بتزاولوني يعني. تعالى لي بقى انت يا عم. اوبا يا جدع يا جدع اقتله ازاي؟ ها تبقى عيب تخش على الحمام في باب على الشمال. عيد كل ده تاني. استنى بقى نروح هنا نفتحها. ما تلطش المسدس ده على فكرة. لما بقت الحاجة موت بقى يا عم. ده انت عرفنا وانا داخل. معلش بقى مضطر اقتل عشان البيكس دي. ايه ده انا مضربتش. استنى ايوه تعالى يمكن تدينا اكس بي ولا حاجة. جري جري جري. لا كده هموت. ايه ده ايه ده. استنى مش شايفه والله. ده لا مش عارف اجيبك ازاي بس هجيبك. اعمل له ايه ده. اكيد في حل اكيد في حل غير كده. او اقول لك ده بيضرب ايه. ايه يا جدعان ده انا هموت كده. التعب حبب لك ايه بقى دلوقتي وانا معيش طبعا. هات واحد تاني. يا ابني انت ازاي بتضرب كده. السلام عليكم. مش عارف اقتله بجد. 41 كله بسبب البتاع ده. احنا خدنا ليفل 10 الاخير اظن. لا بس اللعبه لطيفه جدا بصراحه. انا مستمتع وانا بلعبها. عارف انت انا مكمل في الاستريم عشانها بس. ثانيه واحده
اشوف الاستريم بس اخباره. الاستريم شغال صح؟ كل حاجة مظبوطة. بس اتأكد. ايوه بس يلا. لا 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 بس تخيلوا بقى ان كل ده اصلا ديمو للعبة، وفي لسه اللعبة الكاملة هتنزل تقريبا، او هي نزلت مش عارف بقى. المهم ان انا انت فاهم جبتها وخلاص كده، قلت اجرب. انا اصلا النهارده المفروض نلعب تلات العاب ديمو. شكل اللعبة دي ايه اخدت الجو. افتكرت بقى افتح. انت مين يا؟ دي قنبلة. هات هات هات. لا لا معرفش اخدها معرفش اخدها. ماشي. مكسور بدراع عادي. مع الاوزي بس. ايه ده بيدخلها على نفس الاوضه سبحان الله. ايه الدعك اللي بيحصل هنا؟ بتعمل ايه يا ابني؟ انا قلقان منك والله بزيادة. المذبحة دي تعال نطلع بقى على السلم بس كده وصلنا. 38 من 38. ايه ده احنا فتحنا حاجة جديدة. استنى لا استنى والله حركة صايعة بيحسسك ان هو كوتش نضيف فاهمني. بص ده بيقول لك ايه ده بيزود في الامو، يعني كل ما تقتل حد كل ما يزود في الامو. ده جريت فور بس ده بي ده كويس في خبط البيبان. وده ده بيقول لك بيضرب من بعيد. تعال نجربه. ده بيدي كيك من بعيد، يعني ما تخبط حد بيضربه من بعيد. ايه ده بوس فايت ده ولا ايه؟ اوف بتكلم بجد؟ من اولها كان موت. لا دي عايز تاخد لها سكرين شوت. يا نهار ابيض. انا فهمت. بص الكوتش ده بيعمل ايه لما بفضل دايس على الزرار. ايه ده؟ افتكرت بوظنا اللعبة بس لا احنا متنا. لا بس والله والله العظيم اللي عامل اللعبة دي لا صيعة صيعة. طب ايه المفروض اضربها؟ تطلعوا منين انتوا؟ هقتله يعني هقتله البوس فايت ده. لا 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 استنى بقى استنى بقى. طيب هو هنا مفيش اسلحه الكوتش ده هينفعنا، بس ايه لازم اركز لان انا ممكن اقع. الله يا الله
الكوتش الكوتش بيزق جامد. انا المفروض اعمل له حاجه على فكره. اه انا فهمت ده المفروض اعمل له. انا بقول كده انا المفروض اضربه يعني. لا هو الكوتش ده اوفر باور بصراحه. انت بتعمل ايه؟ افتكرت نفسي مش هقع. غور بقى غور بقى غور بقى وانتوا واقفين كده بقى. بص المرة بتاعت دي اللي بتعرفنا هو هيتحرك ولا لا. تعالى الحمد لله الحمد لله ان هو علق. لا يا جدعان مش كل شويه في نفس الحته. ماشي يا جدعان انا حموده بقى. انا كل شويه في السور اللي هناك. انا مش هتحرك هناك على فكره. بص على طول يا عم. هو بيكسر السور اتاريني. لا ما هو السور موجود. هو راح فين؟ بسرعه يا عم ده سهل. ايه ده؟ انا قلقان. ماشي ماشي ماشي. تاني تاني تاني. دي المرة دي بقى ايه مش هسيبه. السرعة على فكرة بيتكسر بيا ما يعني انا خبطته بيتكسر. طيب تعالى حمورة يا جدع. انا مش هستخدم الكوتش ده كتير. الكوتش ده مش طبيعي. كده كتير كده كتير مش هسيب. بص هتخلصها يعني هتخلصها. قرب بقى قرب. Thank you.
عايز اركز بقى. يا لهوي مش هيخلص كده. لا 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 كده في استعباط، كده لازم بقى بجد. انا اقتل فضلت لانهم ايه عاملين لي زحمه. انا فهمت هو بيعمل ايه، هو مش بيقتلني من ضربه واحده، لا هو بيدمجني لما بربطه في وشه. لا لا انت مش جامد، استنى بقى اهدى بقى كده شويه بس. انا كده خبطت، هيتحول بقى تاني. انا على الاقل منه هو بيموت ازاي؟ بينزل ناس متفجره. لا استنى بقى، لا استنى، اول ما يحمر كده بينزل متفجرات. لا ابعد عنه. ايوه نو ازاي ازاي يا رب. وراه العاب تانية فعلا. اضربه. واو دلوقتي. يا جدعان يا جدعان انت بتظهر منين ده؟ ولا عمال اقول ده بوس فايت سهل وهنعديه. بتاع متعب. فضي الناس دي كلها ايه عمال يقلب بصراحة. تعال بره منه. اضرب ده اضرب. عني بقى بس يا رب. بس هي دي ليه دوست على الزوار ده ليه؟ ليه ليه ليه؟ ايش؟ you
لا 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 هو صعب قوي بصراحة، انا مش عارف ايه ده كده كتير كده، اسمه كتير. ده اخر مرة يعني، ده اخر مرة لو ما نجحتش فيها خلاص، لان مش هينفع كده. بس خلاص خلاص خلاص، لا لا كفاية قوي كده على اللعبة. مش عارف اقتل البوس فايت ده خلاص، فا كده كفاية على اللعبة ديت. تعال نخش بقى على لعبة تانية. مش قادر، لا لا انت مش طبيعي، انت مش طبيعي. تعالوا استنى بقى ما اشوف اللعبة التانية. طيب احنا قدام لعبتين دلوقتي. انا العب اللعبة ديت. ايوه اخ ظهر اسود، لعبة حلوة بس لا لا البوس فايت متعب، انا مش عارف ليه مش عارف اقتله والله، انه سهل فعلا. عارف بقى والله. ايوه هي اللعبة اهي بتظهر قدامكم دلوقتي. بس زار دي تالي لعبة معانا، انا معرفش عنها اي حاجة برضو، ف هنكتشفها مع بعض. تعال نوطي اغانيها شوية، بس تعال ندوس نيو جيم. ولا لا خلينا نستخدم السلاح ده. ماشي طب برضو الحاجات دي كلها بره الديمو، فلازم نستخدم دول. طب لغاية دلوقتي مش فاهم اللعبة، فتعالوا ايه نكتشف مع بعضينا. يا انت بتهزر، هي اللعبة بالزرار ديت بس؟ مفيش فاش غير الكنترول؟ اب خليها ديت. طيب بس بغير بس الكنترولز عشان ايه. بس كده هناخد الحديد دوت. اللعبة دي بقى لعبة هادية مفيهاش افتكاسات. طب ايه اقدر اشيل البتاع ديت لفوق؟ ايوه بنطلعها البتاع ده اللي بيكسر. ماشي طيب استنى، انا فهمت دلوقتي. لا عم هنا ايوه دي بقى لعبة هادية. استنى ده الشطرح في ايه؟ غيرها غيرها. اللعبة أنا بلعبها دلوقتي، اللعبة دي هادية أوي على اللي احنا كنا بنعمله في اللعبة اللي فاتت. غير اللعبة ديت ولا ايه؟ لو عايزنا نغيرها نلعب اللعبة التالتة. ايه ده؟ خلاف جذري بين الاثنين. استنى بس ايه ده؟ ايه ده؟ اهو طب طب تعالى نغير اللعبة، تعالى نغير اللعبة، انا مش فاهم دي بصراحة.
اقول لكم لعبة تانية بقى، ثواني ماشي. في واحدة تانية اللي في الصورة التالتة بقى، تعال نفتحها نشوف هي عبارة عن ايه. ثانية واحدة لأن أنا عايز أغير عشان نشوف اللعبة، بس اللعبة المفروض تظهر دلوقتي. استنى عايز أتأكد إنها ظهرت قدامكم ولا لأ. ده مش صوتها، مش ده اه، بس زهرة. تعال نشوف ايه دي. انا تقريبا بدأت باللعبة السخنة على طول، فاهمني؟ هرجع اكمل البوس فايت كده. طيب تعال نشوف اللعبة بدأت ايه بقى. ماشي، نيو جيم. دي لعبة حرب دي ولا ايه؟ اوريجينال ولا كومبات؟ ايه الفرق؟ استنى كده، من الاخر يعني ديت القصة عامة اظن، يعني اللي هي دي قصة ودي قصة، بس هنا هنحل بازلات يعني هنخش على التانية. انا رحت جه لعبت اللعبه الايه اللي السخنه وسيبنا الالعاب دي. ما تخلينيش ارجع اكمل البوس فايت. تعال بس نشوف اللعبه دي عباره عن ايه. لو زهقنا منها نرجع نكمل البوس فايت بجد، يعني من غير نقتله بقى بجد. لا دي شكلها قصة، فاستنى بقى ما نفتح. قلت لك مش عارف اخد البدلة دي. قلت لك انا حاسة مش كويسة. Stay with me. خليك معايا. انا ما اعرفش حاجة عن اللعبة والله. يا رب تكون كويسة. شكلها لعبة قصصية. انا ما اعرفش، عارف انت لو رحت انقي الالعاب واجيبها وخلاص. لقيت الديمو بقى وببلاش، قلت يلا. هو ايه ده؟ لا دي شكلها قصة قصة يعني. استنى نفهم بقى. ايه ده، الكاميرا بتاعتها كده؟ ايه الناس دي؟ اكشن. المفروض اعمل حاجة مع الجدع ده. I see it now. We were all so entertained. ما اعرفش ان ايه الترتيب ده. Was getting ready in the shadow. ملحقتش. هما بقى انهم حصل لهم حاجة وبقوا اشباح تقريبا. لا ثانية واحدة. اهم حاجة انها ببلاش. ايوه، واحنا فين اصلا؟ تعال احنا نلف، تعال نركز بقى مرة تانية. سيبه لوحده. هو ايه اللي بيحصل؟ كانوا بيصوروا مسلسل هنا. ايه القرف ده؟ لعبة اكشن وبتاع وجو ودراما وشغل عالي. هو ده عارف لو طلع كابوس في الاخر. شفت طلع كابوس، طلع كابوس، سبحان الله. لا ما شاء الله، تصدق على لعبة ديمو شكلها عاملينها قصة يعني، حاجة حلوة. ايه ده؟ زلزال؟ زلزال عادي بيحصل يعني يا جدعان، ما يجراش حاجة. بس هو لازم يحط لك جو اكشن بتاع.
هو ايه اللي بيناقش ايه ده الساعة دي ولا ايه؟ اه انا بقى نستكشف بقى الأوضة. طيب احنا عندنا أرض نغير الكاميرا عندها ما شاء الله كسبت جوائز، عارف انت شغل أجانب كده. Damn. When dust settles on your sport trophies, it doesn't mean you are getting younger. لك انت لما تاخد جوائز مش معناه انك كبرت. ده اللي انا فهمته. انت فاهم مش مترجم، انا مش خبير انجليزي جدا يعني. ايه ده؟ Pierre's tape collection. Insomnia will be a nice excuse to put it in order. Might even find some of the music he made for me. بيقول لك the comforting. لا استنى. ده عامله زي حامله بتشيل حاجات يعني، معرفش بتشيل ايه بس هي بتشيل حاجات وتقول لك شكلها حلو و... ونادره يعني. مش عارف الاقي الترجمه التعبانه بتاعتي. He always used crazy effects on his guitar. بيقول لك يحب يحط افكت يعني مؤثرات على الجيتار بتاعته. ايه اللي انا بقوله؟ مؤثرات ايه؟ لا افكت يعني ايه بالعربي؟ افكت يعني ايه بالعربي؟ يا نهار اسود. بص هي افكت انتوا اكيد فاهمين معناها، فهي افكت بقى عربي بيحط حاجات على الجيتار بالاخر، بيدلعه بيدلع الجيتار. Where are you going, Elise? I can't leave without my tape player. تيب بلاير؟ ايه ده استنى، ده في حاجة احنا نسينا يعني ناخدها. لازم ناخد حاجة بتشغل أغاني تقريبا. Completely locked. يعني ايه بيتك وتقول لي كومبليتلي لوكت؟ يعني يعني مقفول يا مش فاهمة. حاجة أنا ناسيها هنا على فكرة. كده خلاص كده مش ناسي حاجة أنا. كل ده دبدوب ومش ايه ده؟ هتخافوا منه ده لو انتوا قاعدين هنا. استنى تعالى نشوف لو في حاجة هنا. فاضي. طيب تعالى احنا نفتش من البيت بتاعنا يعني. غطا ده اللي ربنا قدركم عليه. ده في مكان هنا. اوبا هو ده اللي كسر بتاع الاغاني. دوس حرف التي. هو ده الكاسيت. اضافات. تصدق الله عندك حق، فكت معناها اضافات فعلا تنفع بقى. كده ايوه انت بتتكلم بجد؟ ده انا مستنيه يتكلم مثلا. ممكن يكون عليها كوبي رايت. لا استنى معلش بقى يا جدعان مضطر اقفلها. طب تعالى نسمع ده. يا رب ما يكونش عليكم برايت يا رب، عشان لو عليكم برايت ازعل. بيقول لك انا ممكن استخدم المكنسه ديت عشان انضف المكنسه، يعني ان هي مطربه جدا. My life turned into an item. Round and round we go. Stuck at the same track. بيقول لك يعني ان الجهاز دوت بيحشرك على انك تسمع نفس الاغنيه. ما فيهوش تراكات يعني ما فيهوش اغاني كتير. لا 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 انا عايز اقفل البتاع ده، ده وش ده كوبي رايت. اقفل ازاي؟ ابوس ايدك ده وش كوبي رايت صدقني. كنت فاتح منين؟ ايوه بس كده. الله عارف انت بقى الميزه ان هم عندهم بيت كبير سبحان الله يعني. Forgot I found this old journal around town yesterday. Apparently they installed a secondary generator in the old lighthouse years ago. بيقول لك كان في جنريتور في الاولد لايت هاوس دوت المبنى القديم بتاع المنارة يعني. هنروح له ولا ايه؟ I can't believe we moved with all these books. The worst part is we most likely have doubles. كل دي كتب. قلت لك ما ينفعش ما ينفعش ننقل ومعانا كل الكتب ديت يعني محشورين هنا في البيت. انا ترجمت بجد والله العظيم تعبانه على الاخر يعني مش هكذب عليكم. ده المطبخ ماشي.
والله العظيم انا توت في البيت ده، هما تقريبا بينقلوا لا بتهيألي. امو امو ايه ده، في مسدس وشغل دلع بقى وبتاع. هي معاها مسدس اصلا. دوس اي معانا unlimited ammo. ايه شغل ايه ده، ومعانا سلسلة بتنور. على الأقل أحسن من ترجمتي والله. أي حاجة خلاص أنت فاهم، بس كلنا نفس الترجمة يعني، هنفرق في إيه؟ طب هو بيقفل منين البتاع ده؟ تعالى هنحاول نفهم أنت فاهم. Brand new and a superb tool to stay busy. يقول لك ان هو جهاز جديد يعني حاجه جديده، بس ده اللي انا استنتجته يعني. طب اديك الملخص المفيد بالكلام ده كله. ايوه في حاجه undeniable friend would be easy to get lost without it. ايوه دي بقى الورقه اللي بيكون فيها الاوبجكتات اللي احنا هنعملها، المهام يعني اللي احنا هنعملها. هذا مش عارف كنترولز انت لسه فاكر. بيقول لك ايه، جو تو ذا، احنا هنروح المنارة ديت. ماشي ماشي. A little perfection for the road. هنشوف التلاجة كده. عطشانة ولا ايه؟ بص بقى، الهيلث والمية وكل حاجة ظهرت. اللعبة دي شكلها حوار. طيب تعالى نمشي من هنا. وكان في باب هنا انا ما دخلتوش. ايوه هو ده، ده احنا كده خرجنا بره البيت. طب الناس دي عايشه عادي اهو. ماشي مستنيني اترجم. ما هو The former owner had to do a lot of tinkering to screw up such a mess. طيب استنى. ايه ده؟ عايشين فين الناس دي؟ مش عارف اتنط ايه يعني، مش فاهم. ايوه ايه ده بقى؟ لا ما اروح في اماكن ملهاش لازمه. ايوه في حاجة هنا. With all these storms, the previous tenant didn't know what to do with all the wood coming out of fallen trees. بيقول لك حصلت لما بتحصل العواصف الشجر بيقع، فالخشب ده كله بناخده وما بنعرفش نعمل بيه ايه. يعني المهم يعني بيخزنوا الخشب وهم مش عارفين يعملوا بيه ايه. بس كل دي حاجات مش هتفيدنا في القصة يعني، حاسس كله كلام عادي. انا استفدت ايه؟ ايوه ايه ده بقى؟ اوبا اوبا، ده في سنسور. ايوه بيقول لك من غير المسدس دوت ما كنتش عارف اقعد دقيقة في المكان ده. ده احنا شكلي في بلاوي هنا. ايه ده بيقول لي اوبجكت ابديت. استنى نشوف. كنت فاتح منين منين؟ وايت. لا مش تي من قبل. ايه ده لا مؤاخذة ما كانش قصدي. ايوه شوتنج ان ذا باك يارد. ماشي بيقول لي جرب تضرب في في الباك يارد. فتعالى نروح بالترجمة الفصحى بقى. الباك يارد دي اسمها ايه؟ الباحة الخلفية اللي هي الحتة دي. Was very close. I need to keep up with my training. بيقول لك اخر مرة انا كان ايمي وحش يعني. انط يعني ولا ايه؟ ايوه انا فهمت احنا هنتمرن فين. لا مش هنا، الكنزة دي اظن. ايوه ايه انت بتطلعي تريلودي وبس كده. الارض. ايوه استنى عشان مش فاهم الكنترولز. انا المفروض اعمل حاجه. كنترولز
استنى بقى، في حاجات كتير يا نهار اسود. ريلود، انتراكت، دوج، Can't open without more stable electricity. Nothing interesting in this old garage anyway. بتقول لك مش هينفع افتح الباب ده طول ما الكهرباء مش ثابته، وكده كده اصلا ده جراج قديم. ماشي يا ستي. طب هو انا المفروض لا استنى كده. Can't open without more stable electricity. Nothing interesting in this old garage anyway. اشرح لي يعني ان الكهرباء بايظه يعني ولا ايه؟ بتفهمني بتقول لي انت غبي؟ ماشي يعني نروح نشوف الكهرباء. هو ده قال لي ان انا نط هنا يبقى اكيد في حاجه هنا، ولا انا بفتي؟ طيب انا عايز افهم انهي زرار. ايوه انت كل شويه تريلودي، انا مش فاهم ايه ده كل شويه ريلود. ماشي طيب انا لغايه دلوقتي مش عارف استخدم السلاح، بس هما كده هيقولوا لي استخدمه ازاي. انا دوست كل الزراير خلاص. Training first. لك لازم نتعلم الاول. طيب يعني في حاجه مسقطها ده ما شاء الله غير زاوية الكاميرا. لا يا شيخ انت، ما انا مش لسه كنت موجود في الحتة دي. ده اللي هيجنني بقى. انا مش باين بنفسي. ايوه بس خلاص فهمنا كده. Okay, I'm ready. Now. استنى بدأت أفهم. Better be faster. استنى. فده من دونش بيها. ايه ده، ده بيحدف عليا. Now, repel training. تعال نشوف ال repel training دوت. Next time, you will think twice about getting in my safe space. تقول لك انت استنى. ريلود. وايه اللي فرقع ده؟ I'm glad this thing recharges during the night. البتاع اللي في ايديها ديت هي اللي بتعمل الحوار ده، اللي بتنور دي. Seems a little bit less scary now. بدأنا نفهم. بس خلاص كده الشرح خلص. امشي ولا هي المفروض قالت ان الليل ما اظنش اعرف اخرج. لا عادي هرجع. This watch creeps me out. بقول لك الساعة دي بترعبني قوي. I better be home before the night. ترى كان لازم ابقى في البيت قبل ما الدنيا تليل. ايوه La vieja chaloupe. Restaurant and brewery. Fresh fish مطعم. Straight from the port. مطعم سمك. I sure hope the products are fresher than this poster. بيقول لك يا ريت يكون المنتج بتاعهم فريش مش زي اللوحة يعني. ايوه. I'm gonna need the key. تبي تشرحي لي يعني؟ بيقول لك هحتاج المفتاح. هو كان مكتوب حاجة على الكلمة اللي فوق بس أنا ما قرأتش بصراحة. فوق البوابة يعني. هي شكلها اللعبة فيها حوارات بس أنا مش فاهم حاجة. بس ماشي يعني. هو ده لودينج. One hour and ten minutes.
نور ليه بقى؟ في حاجة هنا، في حاجة بتبص عليا. ايه ده؟ You again. Learn your lesson. ايه ده ممكن اقعد؟ ايه الفضاء اللي انا فيه ده؟ ايه ده؟ لا بعلق. اه بتقول لك تقدر تقعد كذا ساعة يعني. Attention, following the latest storms, the coastal path is damaged. Certain trees marked with an orange cross present a risk of falling on hikers and must be felled. These can fall due to the slightest gust of wind. والله بص انا زيك، انا مش فاهم حاجة، بس هي بتقول لك يعني ان لو انا مشيت على الموار اللي تحت دوت، انا مش فاهم فكرة اللعبة ايه لغاية دلوقتي، اللي هو انا المفروض اعمل ايه مش عارف لغاية دلوقتي، بس انا بنكتشف اهو. بيقول لك يعني ان الطريق دوت كان مد كان بايظ بسبب العواصف وممكن الشجر يقع عليك. بس انا عم احنا مش بنخاف من حاجه. Really isn't investing in its infrastructure and storms make it even more problematic. بيقول لك يعني ان الولايه اللي هم فيها ديت مش بيصلحوا الاضرار بعد ما بتبوظ يعني. فالعاصفه بقى كملت عليها. تعال نطلع تاني بقى. لا انا مش فاهم اي حاجه فعلا زي زيك بالظبط. The lighthouse. I'm getting closer. لا يا شيخ. احنا في افتكرت الهدف بتاعنا، احنا هدفنا ان احنا نروح المناره. نروحها ازاي بقى ما اعرفش بقى، ادري ابدا اكتشفها. ما اعرفش ايه اللي هنعمله في المناره بس ماشي. This door can be unlocked from the other side. مش عارف. This door has no handle. بقول لك الباب ده ملوش دراع عشان نفتحه بيه. Apparently someone was moving when everything stopped. ردتي برضه مش فاهم حاجة. At the edge of this cliff stands the famous flower house of Saint Exel. It was given by its owner to the village, which still contributes to maintaining the quality of its gardens. Still inhabited, the building is regularly open for heritage events. برضه مش فاهم حاجة. طب ايه الحل فين؟ حل شكله من الطريق ده. ايوه هات يا عم. لا انا خسرين حاجه. هو مفيش الا الطريق ده على فكره، هو اللغز هنا. احنا تبقى هنقطع الشجره. انا فهمت بس خلاص. This tree was marked to be felled. It could make a nice bridge. It's hurt, but that won't be enough. A storm could help. الله العظيم ما فاهم اي حاجه. الله يا ابني انا معاك وانا مش فاهم حاجه. هي بتتخيل ولا ايه ده؟ It doesn't seem to have awakened them. صدق كده ايه ده؟ طب كملي انت يا حاج. يعني هو دلوقتي ايه دلوقتي يعني؟ والله العظيم ما فهمت اي حاجه. بس انت عارف انت بص احنا هنروح للمناره ونعمل اللي علينا في اللعبه ونشوف ايه اللي هيحصل. phosphorus recognizable by its phosphorescent dress. It made its appearance a short time ago in the region of Saint Exel. With its lightning growth capacity, it is able to grow in a single day. Ripe, they can be enjoyed by some coastal birds. هي تقريبا بتتكلم على الزرعه اللي موجوده على اليمين دي. Maybe I should gather some of these. بقول لك انا يا ريت عايز اجمع حبه من دول. Hope the police will not catch me with these shrooms. بيقول لك يا رب البوليس ما يمسكنيش بالمشروم ديت. برضه ما فهمتش المشروم بتعمل ايه بس ماشي. ماشي. This door can be unlocked from the other side. ماشي. كل شويه تقول لي الباب ده بيتفتح من الناحيه التانيه. فاهمين خلاص. ايه ده؟ The scale, sailor's aperitif. Available in all grocery stores. I hate this drink. عصير. تقريباً لما تروح مرة اللعبة تخلص. Too bad I don't have change for these tourist traps.
فنطلع بقى المنارة ونغتسل بقى وقتنا. وليش الباب مقفول؟ ممكن نعدي من الجنب. اه انت لسه هفتي دلوقتي. ايوه احنا كده المفروض خلاص قربنا للمنارة. طب انا كده عملت اللي عليا. ايه يا عم ده المنارة اهي. يا نهار ابيض. ينفعش انط كده؟ ايه اللي انا بعمله؟ هو ايه ده؟ لا استنى ده في حاجة في البحر ده. You were facing the lighthouse named Lacran. المايه طالعه لفوق. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك المبنى ده اتبنى في سنه 1835. It was nonetheless decommissioned in 1983. It is only in 1988 that Lacran was put in service again, welcoming a hydraulic generator that supplies the village. بيقول لك كان بيشتغل ك عارف انت المولد بتاع المايه. هو كان بيشتغل على انه مولد مايه عشان يولد كهرباء للقرية دي. تعال ندخل بقى المنارة بقى ايه ونشوف اللعبة دي هتخلص بجد ولا لا. بس احنا كده كنا دخلنا المنارة عملنا اللي علينا. Apparently multiple people were working here. بيقول لك في كذا واحد شغال في المكان ده عشان في لبسنج في يعني عمال هنا. Why did you have to be so grim? Because of recent events, a lot of circuit breakers were stolen from the electrical gates. بيقول لك في فيوزات كتير اتسرقت من ال البتاع بتاعت الكهرباء ديت. In the meantime, don't hesitate to use the same one on different gates. فهمتش بصراحة الحتة دي بس ايش. A bit unexpected for a lighthouse. These cables go all the way to the ceiling. بيقول لك ان الكابلات دي طالعه للسطح عشان تشغل اللمبه اللي فوق. This is a complete mess. It's like they pushed the thing to the side to make room for something else. بيقول لك شكله زق كل حاجة في الكورنر عشان يوسع مكان لحاجة. بس حاجة ايه ما نعرفش. Looks like a lot of security for simple maintenance equipment. بيقول لك عاملين سكيورتي كتير على حتة كوبس كهرباء ده ولا ما اعرفش ايه ده. اه ده شكله لغز وهنتعب معاه. So this is where the electricity of Saint Exel is largely generated. The turbine shouldn't be too far. بيقول لك التوربينات شكلها مش بعيدة اللي بتحرك المية تقريبا. هي تقريبا اللي هي بتلغز. ايه ده بتقول لك البيبان اتقفلت ورايا. It's locked up tight. الشغل بقى بيدبسونا. ايوه the valve is missing here. بيقول لك البتاع اللي بنقفل بيها ونفتح ديت مش موجوده زي الحنفيه يعني مش موجوده يعني بنفتح بيها المايه بس مش فاكر اسمها بصراحه. ايه ده الشغل ده بقى. اه كان المفروض اعمل دوج. يا لهوي نسيت حوار الدوج ده خالص. طب اعمل ايه؟ طب so they had to make space for these machines? بيقول لك هما كانوا بيوسعوا اماكن عشان يحطوا المكنه ديت. بيقول لك هما تقريبا حطوها هنا عشان محدش يلاقيها. System? That's probably where the town's additional current is monitored. تبقى نظام مراقبة أظن. Please enter. أوبا. I can probably restart the system from here. تقول لك إحنا ممكن نعمل ريستارت للسيستم هنا. طب انزل بقى كده نشوف ده إيه. Unsecured door is locked. Unlock. Yes. Yes or no? It's a bit much for just a common lighthouse. كيف فتحنا الباب؟ ماشي.
no security door locked. بس احنا كده كل البيبان مفتوحة. المفروض نقدر نخرج صح؟ بس الخروج هنستفيد ايه؟ استنى، في طريق هنا؟ في تكملة ولا؟ لا مفيش حاجة هنا. طيب انت في سنة كام؟ انا عندي 16 سنة، عندي 16 سنة بالظبط، داخل تانية ثانوي. طيب بس هو معاكوا يعني. استنى بقى، احنا كده المفروض نوصل للتوربينات. طيب هي التوربينات دي واضح قوي انها تحت، وانا اكيد مش هطلع تاني. اكبر مني بسنة، مش فرق كبيرة بقى. بس انا صوت حاجة، تصدق والله العظيم انا مش فاهم حاجة. لازم لا استنى، هطلع بقى خالص كده. ايوه ايه ده بس كده؟ احنا بص احنا هنشوف الاوبجكتات اللي موجودة علينا. بيقول لك افتح النور اللي موجود في اللايت هاوس. فايند ذا فولف. انا فهمت، هو طالب مني ان انا الاقي الحنفية اللي بنفتح بيها ال But these things were not here before the attack. كنا نلعب اللعبة الأولى خلاص. هو بصراحة دي غلطة مني إن أنا ما لعبش اللعبة دي الأول. ما كنتش أعرف بصراحة يعني، أنت فاهم، نزلت الألعاب وقلت أفتحها وخلاص. طيب وإحنا المفروض نلاقي الفالف ديت اللي هي الحنفية المفروض. إيه ده؟ ماشي، إحنا عايزين هنا الفيوزاية اللي كانت موجودة في الرف المقفول. طبعا احنا مش فاهمين اي حاجة، فتعال نرجع تاني للمكان ده. طيب استنى بقى، هو المفروض الحل هنا. يا لهوي، مش ناقصة والله. الاه فين ديت بقى؟ انا مش عارف الاه فين. هي اكيد تحت، اكيد مش هيلاقيها فوق. يعني انا دورنا تحت بس برضو يعني. بس احنا عايزين بتاع اللي جوه ده، بتاع اللي جوه ده، بس مش عارف بقى، محتاجين باسورد عشان نجيب الباسورد. ايه اللغز طبعا للاسف، عشان مفيش حاجه في الاوضه دي خالص. هي اكيد الحل هناك، يعني احنا كنا في الاوضه اللي هناك بس خلاص. The valve is missing here. خلاص عرفنا. طب ما ينفعش اخد واحده من هنا؟ عملت حاجه؟ بص انا تقريبا بدأت افهم. لا استنى، رجعني كده تاني. في شاشة هنا بتنور. ايوه seems to monitor the pressure within the turbines. Only the first one appears to be working correctly. طيب احنا المفروض نفتح فالف هنا تقريبا، ماسورة من المواسير ديت، ونغير الضغط بتاعها. لا تقريبا مش واحدة من دول. It's completely stuck. دي واحدة فيهم ما بتفتحش، محشورة يعني. هنتقال لو قطعنا المية نقدر نفتح ديت صح؟ برضو؟ The valve is missing here. هو بصراحة عندك حق، مش هكدب عليك. المفروض اعمل لكم ايه يعني؟ بص هي اللمبة دي نورت اخضر، احنا كده ماشيين صح. وانت اعمل كده اظن. لا ايه ده؟
اقعد اجرب كل زرار لغاية ما تنور. استنى كده، انا لو حطيت كل دول هما الاتنين زيرو. روح نفتح الماسوره اللي فوق دي برضو. بص شكل الفتي مش شغال مع اللعبه ديت، فاحنا ايه مش فاهم حاجه فعلا. انا اعرفه ان بتاع دي نورت اخضر. طيب في حاجه بقى المفروض نعملها هنا الاوضه دي. ايوه جم باودر، انا جايب باودر يعني. شايف المكان ده؟ مش شايف المكان ده. لازم يكون الحل هنا على فكره. ايه بقى مشكلتك؟ فاهم برضه. اقول لك على حاجه، لا تصدق انا مش شايف حاجه فعلا. Watchtower schedule and system monitoring. The entire workforce is listed on the board. Something is written here too. Could anyone pick up Frank's shifts for the upcoming weeks? أنا بس عشان أي ملاحظ إن اللوحة بس كده حاجة. بس وقفينا كده بقى سوا. هو معلم على يوم معين ما فيهوش أرقام. ما تقوليش هحسبها. مش فاضي انا اقعد احسب معاهم. بتاع الخزنه ماشي، ما هو ليها باسورد اكيد. الباسورد في اللوحه دي، ما هو مش هيروح بره. ف هتيجي بقى ازاي؟ واحده حاول افهم. مش جنب اي حاجه. لا مش فاهم اي حاجه فعلا. ممكن نغش من على اليوتيوب بصراحه، مش هكدب عليه. عارف انت اللي هو افتح اليوتيوب اشوف. استنى ايوه لقيناها اهي. لقينا الفالفر. Can someone change that back to the inauguration date? ايه ده بقى؟ Go back to home before the night it a market tree can pull easily. طالب ان احنا نرجع البيت. 1835. استنى كده، ده تاريخ ميلاد المبنى اللي احنا فيه ده، المنارة. فممكن يكون هو فعلا. عارف انت لما هي الخزنة كانت هنا ولا لا؟ كان بره. كان بره 1835. ماشي طيب. طيب يلا فين بقى الخزنة؟ اهي. اطلع فوق. 1835. اقسم بالله الكوسة حلوة. جبنا الفيوز كده. شفت يعني الباسورد كل ده قدامي؟ طب ايه ايه الباسوردات الغريبة دي؟ لازم اللعبة تخليك تشغل دماغك يعني. ما تحطولي الباسورد في ورقة قدامي وخلاص، فاهم انت؟ زي أي لعبة لغز في الدنيا لازم تفتولي. ايه؟ انا بحاول اطلع الشمس. طيب تعالى نطلع.
يا عم صوت الغرابة اللي عليه ده فيه. بس نقدر لنا نركب دوت هنا. ايوه. Alright, so now I need to fix these colored cables in the right order. بقول لك لازم ننظم الكابلات ديت بالترتيب الصحيح. اسود ابيض اصفر ازرق ولا بالعكس؟ لا اظن مش شمال اليمين واضحه يعني. اسود ابيض اصفر ازرق ماشي. اسود اسود ابيض اصفر ازرق صح. ايوه ايه انا والله اتصدق والله الغازة سهلة بس احنا السهلة اللي ايه انت فاهم. انا اللي مش فاهم بس انا عايز اعرف ايه المية اللي طايرة دي. ما ينفعش برضه تحطي لي مية بتطير كده وما تفهمنيش ده ايه. هو انا كسرتها ليه؟ اه انا اظن انا فهمت لان البابا دي مقفولة صح؟ اه بصوا البتاعة دي بتعمل ايه؟ البتاعة دي بتخلي يحصل عاصفة فتوقعت الشايرة او سبحان الله وقعت عليها وما حصلش حاجة بس وقعت بس خلاص. بقول لك انا محتاج استنى شوية لغاية اما الجيم ديت تشحن تاني. From the depth of the sea, his anger spreads through our families. This sounds terrifying. Wondering what's that thing they mention all the time. جمع حاجة. التمثال ده بقى. Despite the mess the protesters left behind, you're still offering comfort, aren't you? استنى. They love Lee. Listen to us. Join the devoted. Maybe I should listen to it. بقول لك لازم اسمعها. تعالى عم اسمعها. بس عارف لو اخدت كوبي رايت ازعل. ايوه. Dear people of Saint-Exil, this message is for you. I know our local authorities have been breaking their backs, picturing us as fools. Olaf. Do not listen to this nonsense. بقول لك ما تسمعش تقريبا لإيه؟ Are dedicated to all of you. Once the day comes, those who denied will finally see the truth with their eyes. The distance. بيقول لك اما يجي اليوم المنتظر هنشوف الحياة بعينينا. Invited to our next ceremony. أي سيرموني دي؟ Join us in the writing of birthday from the departed boat. Let's put the world to rights. It's the only way now. This is one of the places of contemplation. حاجة برضو it was تقريبا كان عيد ميلاد ولا فرح ولا عيد عندهم لازم مرة. ايوه. فرانك. The 19th of March 1967. بص هما تقريبا عندهم عادات غريبة أنا مش فاهمها لغاية دلوقتي، يعني حوار المراكب ده أنا مش فاهمه بصراحة. كل مركب مكتوب عليه اسم حد ومات في اليوم ده تقريبا. 27 is a really young age. آه دلوقتي فهمنا، ده تقريبا مركب مات فيه تقريبا ولا إيه اللي حصل له؟ فحاطين المركب دوت ده. ما تسألنيش ليه بس هما كده. أنتوا مين يا جدعان؟ ايوه برضه مين دول؟ ما انت ما ينفعش ترميني في اللعبه وتجيب لي ناس احاربهم ما اعرفش مين دول. هي اللعبه غريبه شويه بصراحه. بص احنا نروح البيت انت فاهم؟ نروح البيت دلوقتي في اللعبه وايه؟ ونبقى كفايه قوي كده النهارده. على فكرة الوحوش أقوى في الليل. ما هو ده استنتاجاتنا برضه أنت فاهم؟
هو تقريبا احنا مينفعش نقعد اقل من الساعة تحت الساعة 8، فتعالى نرجع بقى تاني ونعمل سيف. وايه انا تعبت بصراحة، تعبت من كتر القعدة، عارف انت، معلش. انا بقول احنا لو قفلنا نكمل البوس فايت. لا انا دماغي مركزة مع البوس فايت اللي موجود في اللعبة التانية، ونبقى نرجع للعبة دي تاني في ستريم تاني. ولا احنا كنا جينا من هنا؟ اه لا. وايه ده؟ This road seems to lead to the white manor. ايه الوايت مانر دوت؟ والله العظيم انا فاهم حاجة. بيقول لك الطريق ده بيودي للمكان ده يعني، بس مكان ايه مش عارف. حاول تقلل. حاول تقتل الوحش اللي في اللعبة الأول. الوحش اللي فاني اللي هنا في اللعبة ديت ولا فين؟ أكيد في اللعبة التانية صح؟ أيوة بس خلاص هنروح اللعبة التانية. بس تعالى بس نرجع البيت الأول. ايه دي؟ travel to the house will take 1 hour and 10 minutes. طيب يا عم ودينا باش ارجع تاني يعني؟ بتكسفوني يعني؟ completely locked. طيب انا هعمل لكم سيف هنا. لا طب هي تقريبا عامله سيف، لا انا اقدر اعمل لود بس. اي شور كونفيرم. تعالوا بقى نرجع تاني بقى لعبة انجري فوت، نقتل البوس فايت بتاعها. انا مش هسيب البوس فايت ده، هجيبه يعني هجيبه. بعد ما نقتله ننهي بقى الاستريم. ايه خلاص كده كفاية وكده النهاردة. هنشوف اللعبة. بس رجعنا تاني. ايوه بقى تعالى نكمل هنا بقى. بقى ان انا عامل حته دي تشكيله العاب جايب لعب هاديه جدا مع لعبه جنونيه. كان لازم على فكره اعمل الاستريم للعبه دي بس مثلا، وابقى اسيب الالعاب التانيه ديت ليوم تاني. اختاروا لي كده يا عم. لا يعدي بقى. ايوه بقى ريحنا. سبحان الله بيطلعوا يجروا بس كده اتفجروا. لا يا بيبتدي وحوش. فايه نبعد عنها. بص هي اول ما تخلص رمي نروح ضربه ضربه ونرجع. اول ما تزعل كده نرجع.
هاي التالت هنجيبه. ده لسه قاعد هنا. لا لا ابعد عنها الان بصراحة، مش عايز اخاطر. مش عارف اقرب من المستنى. يا ليه قربت منه ليه؟ انا مش فاهم. طيب احنا نركز بقى بجد. الحمد لله. كملها في ستريم تاني بعد فاهم. اول ما يخلص لا يا عم ما بلحقش. اجري اجري اجري. انت مين انت يا عم؟ احنا بقى بس جبت كذا موتة غبية بس. لا ايه بقى تاني بقى ما خلصنا. ايه يا عم الشغل ده يا عم انت ايه؟ انت بارد. الله يخرب بيتك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيجري معاك ده؟ قال منه ايه ده؟ ايه ده البتاع دي اللي هستخدمها؟ ايه ده؟ طب انا ممكن اسبام عليه. هتنزل انت؟ مش معقول. ايه ده؟ ثانك يو فور بلينج ذا ديمو. كده خلصنا اللعبة. ده كده الديمو. طب ما هو سهل اهو يا جدعان. ما انا في ايه؟ ما كنتش عارف اقتله ليه؟ ايه ده بس خلاص كده؟
اه ده بيقول لك اللعبه لسه ما نزلتش اصلا، يعني هو بيقول لك حط اللعبه في الوش ليست بتاعتك ولغايه ما تنزل على ستيم، يعني هي خلاص كده تقريبا اهو ما عادش في حاجه خلاص. تعال ما نشوف، تعال ندوس كات ونكونتينيو كده. لا لا في ليفل حدا. طب ما هو في امال في ايه؟ تيجي نلعبه؟ يلا نلعبه. اه لا ايه ده، ده مش عايز بوس فايت تاني انا يا عم. لا احنا كده خلاص خلصت اللعبه مش قادر. تقريبا في ادوار تانية للعبه. اه لا 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 هي تقريبا اللعبه كده خلاص اظن. اللعبه دي جنب انا فاق. بصوا انا تعالى بقى احنا يعني ندخل على الستور. استنى عشان بس تشوف معايا. ايوه انت كده شايف الستيم، هنحط اللعبه في الويش ليست لان اللعبه بيقول لك هتنزل في 2023، فايه هي هتفضل معانا في الويش ليست. اول ما تنزل لو هي بفلوس هشتريها للاسف يعني، بس هشتريها وهنزل لكم عنها لانها هي عجبتني انا بصراحه. لعبه حماسيه بطريقه لا لا جامده، انا منبهر بصراحه باللي هم عاملينه. تعال نخش عندهم، دول طبعا هم مطورين اللعبه فهم عاملين الالعاب ديت. في الاب كومنج اللي هو لسه هيجي اللعبة ديت، نشوف ايه دي برضه، دي في 2022 دي ولا ايه؟ اه لا دي مش اللعبة، ده دي ال سي. اللعبة برضه ديت ليها ديمو على فكرة من نفس الشركة، مش عارف بقى اللعبة عبارة عن ايه بس شكلها مش زي اللعبة التانية. لا لا هي فعلا لعبة جامدة. هنا في حاجات اهو، هما اللي مطورين الالعاب دي كلها. لا لا بس صايعين بصراحه في اللعبه اللي فاتت دي. لا لا نستنى بس ليه 2023 ما ينفعش تنزل السنه دي، لازم يبعدوها او كده. عموما انا بقول خلاص كده كفايه قوي كده النهارده بصراحه. اللعبه كانت جامده جدا اللي احنا لعبناها ديت، هي احسنهم احسن في ثلاثه. انا طبعا كنت بجرب الدموات اهو، برضو اخدنا معرفة مع بعض، عرفنا أنهي لعبة أحسن وأهو، وبعدين كده نبقى لما نزلت نبقى نجيبها ونكملها كلها بقى للآخر. ف هقفل أنا بقى لأن كفاية أوي كده النهاردة، الستريم طول أوي. ف بس هو بصوا، هو في حلقة هتنزل بكرة عن أرك للناس اللي عايزة أرك، في حلقة هتنزل بكرة عن أرك عشان هنكون حاربنا البوس فايت، أو أنا حاربت البوس فايت بصراحة، بقالي اخر بوس فايت وانزل الحلقه هتنزل بكره. وبفكر اعمل ستريم بكره ولا خليها بعد بكره. لا هشوف الحوار ده وتبقى انزل على القناه. ف ركز وانت بتختار الالعاب. اه لا ما انا بعد كده بقى اسوس، انا كنت ساعه كنت مستعجل على الستريم دوت فانت فاهم، شفت اي لعبه وخلاص وقلت اجرب، وقلت جوه الستريم بقى اكتشف بقى اللعبه حلوه ولا وحشه وساعتها نبقى نكرر. بس قبل الاستريم هبقى انقي العاب معينه وابقى عارف هي عباره عن ايه قبل ما ابداها كده ونبقى نجربها مع بعض. ماشي، فهقفل انا بقى خلاص كده. شكرا.